طبعا عندنا اليوم موضوع جدا مهم والبداية مشاهدينا مع فيديو نشرته صفحة فيزت أبو ظبي ويجمع الزوجين الأشهر بالعالم العربي منى زكي وأحمد حلمي، وهذا الفيديو هو من ضمن الحملات الجميلة اللي قاعدة تصير وتشجع على زيارة أبو ظبي في موسم الصيف. وفي الفيديو شفنا أحمد ومنى يستمتعون بإجازتهم في أبو ظبي، خلينا نشوف الفيديو ونتكلم عنه. ما كنتش أتخيل إن أبو ظبي بالحلاوة دي. بسرعة يا حلمي. حاضر هنايا اهو. بسرعة شوية والنبي، لسه في حاجات كتير قوي لازم نعملها. طب إيه رأيك نمد الأجازة وأمشي أبطأ؟ ما لحقتش. ده قرش هامر هاد. عارف. يا هامر أنت يا مثقف. بس بقى، لسه في حاجات كتير قوي لازم نعملها، يلا يلا. عليكم السلام. Quickly. Why we are in holiday? I want to see everything. Hello. Come. There's more to do. يجنن خطير. مش لسه في حاجات تانية نعملها؟ الأجازة خلصت يا خسارة. بسيطة. نيجي تاني. احجز لنا بقى، شوفي هناكل فين. تاني. جميل جدا. طبعا هذه من حملات دائرة الثقافة والسياحة أبو ظبي اللي تقول ان صيف واحد ما يكفي عشان تكتشف أبو ظبي. بس صراحة يا ثامر اكثر من صيف اكثر من صيف حتى تكتشف أبو ظبي، جدا يعني العاصمة الجميلة. طبعا اكيد طبعا تبين صراحة السنة كلها عشان تكتشف أبو ظبي بشكل جميل. صحيح. نعم. طب بالتأكيد طبعا من الحملات السياحية نروح لحملة توعوية خاصة بمحاربة التغيير المناخي، بطلها الممثل أرنولد شوارزفكي، عفوا شوارزنجر. بصفته ناشط في هذا المجال. طبعا أرنولد نشر منذ ساعات فيديو مع أحد مشاهير تيك توك وهو الانفلونسر يونس زارو، وبهالفيديو دعا فيه أرنولد أن التوقف عن هدر الطعام خلال التحديات اللي يسوونها الناس على مواقع التواصل الاجتماعي للحد من التلوث. وطبعا هذا الفيديو تقريبا شافه أكثر من 7 مليون شخص وبأقل من 24 ساعة. شوف الفيديو يلا. What are you doing? Stop it. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the don't waste food, terminate pollution. حلو الفيديو الصراحة، والرسالة اللي موجودة في الفيديو جدا جميلة، أنك تحافظ على البيئة وبعد نعم أنك صحيح. أنت ما يعني ما ترمي الأكل بهذه الطريقة اللي نعم شفناها في الفيديو. نحن لازم نحافظ على هاي الموارد ونخليها للأجيال القادمة. موضوع أن نحن نهدرها فقط لزيادة المتابعين وزيادة المشاهدات أو للفيديوهات بالضبط، هاي نعمة من ممكن الإنسان ما يلقاها في الفترات القادمة، فلازم نحافظ عليها. لكن نطلع من هذا الموضوع اللي يتكلم عن الاستدامة ويتكلم عن الحفاظ على النعمة إلى الأخبار اللي تصدرت عناوين الصحف من أمس بالليل. نجاة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل من كارثة في نيويورك نتيجة مطاردة بالسيارة من جانب صايدي صور مشاهير عدوانيين جدا، حسب ما أعلن ناطق باسم الثنائي في بيان. وبحسب البيان أيضا المطاردة اللي استمرت حوالي ساعتين كادت تتسبب بتصادم مع سائقين آخرين أو مع مشاة وعنصرين من شرطة نيويورك. وقعت الحادثة ليلة الثلاثاء بعد ما حضر هاري وميغان حفل توزيع الجوائز في العاصمة المالية الأمريكية، وقد انتشر فيديو للزوجين أثناء خروجهما من الحفل وكان واضح العدد الكبير للمصورين اللي كانوا يحاولون يأخذون الصور لهم. خلونا نشوف الفيديو ونرجع. نعم طبعا هذا الفيديو أو الخبر والفيديو خلى الناس يتذكرون الحادثة اللي تعرضت له والدة هاري الأميرة ديانا في سنة 1997 واللي أدى إلى وفاتها بسبب مطاردة المصورين لها.